أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تطلع به وزارة الداخلية من دور محوري في حفظ أمن الوطن والمواطنين وفق أعلى درجات الاحترافية والمعايير الدولية في المجال الشرطي، والتي وصلت إليها متسلحة بمواكبتها لكل ما يستجد في هذا المجال وبما تحظى به من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. سموه نوه بدور الأكاديمية الملكية للشرطة فيما تعكسه من صقل لضباط وأفراد الوزارة وفق أعلى البرامج الأكاديمية والتدريبية. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله برعاية حفل تخريج الدفعة الثامنة للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة صباح اليوم، حيث كان في استقبال سموه فور وصوله إلى الأكاديمية الملكية للشرطة يرافقه نجلاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. كان في الاستقبال الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وكبار المسؤولين بالوزارة. الأكاديمية الملكية للشرطة، السلام الوطني، سلام، قف. استاذن سموكم بتفقد طابور الخريجين. سيد
وقد بدأ العرض الميداني بالمرور أمام المنصة وأداء التحية لراعي الحفل. الأكاديمية الملكية للشرطة تتقدم بيت الاستعراض بنظام الفصائل من اليمين. اعتدال سرق. Thank you.
وتلا ذلك أداء الخريجين القسم. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون وفيا للبحرين، أن أكون وفيا للبحرين، أمينا على حقوقها، مخلصا لمليكها المفدى، مخلصا لمليكها المفدى، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، مطيعا لجميع الأوامر الحقة، التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي، محافظا على شرفي وسلاحي، محافظا على شرفي وسلاحي، مؤديا أعمال وظيفتي، مؤديا أعمال وظيفتي، بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد، محترما قوانين البلاد، وحقوق الناس، وحقوق الناس، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. ثم تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد بتكريم الأوائل منهم، حيث أشار سموه حفظه الله إلى أن الجهود الحثيثة التي يقدمها منتسب وزارة الداخلية بقيادة معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية هي محل تقدير وإشادة من الجميع، منوها بدور الوزارة في تطبيق القانون والمحافظة على حقوق وسلامة المواطنين والمقيمين وما يتمتع به رجال الأمن من انضباط لدى تأدية واجبهم، مشيدا بحرص وزارة الداخلية الدائم على التواصل مع المجتمع بما يعزز سلطة القانون وبسط النظام، لافتا إلى دور المؤسسات القانونية والحقوقية في المملكة وما تتمتع به من استقلالية والتي انعكست بدورها على الأداء المتميز لهذه المؤسسات. كما ثمن سموه عاليا تضحيات رجال الأمن البواسل وتفانيهم في حفظ النظام وأمن المواطنين، واستذكر سموه في هذا الجانب شهداء البحرين الذين قدموا أرواحهم في سبيل العدالة والحق وما حظوا به من تقدير عال من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، إذ اقترنت الذكرى الأولى للشهداء مع أعياد الوطن. وهنأ سموه الخريجين الذين سينضمون إلى زملائهم من رجال الشرطة للقيام بواجبهم الوطني في حفظ الأمن والاستقرار بمملكة البحرين، متمنيا سموه للخريجين الجدد كل التوفيق في حياتهم العملية المقبلة. من جهته أعرب الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس الوزراء حفظهم الله ورعاهم على الدعم والمساندة التي تلقاها جميع قطاعات وزارة الداخلية للنهوض بواجباتها. كما أعرب معالي الوزير عن بالغ فخره واعتزازه بتفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بالرعاية الكريمة لحفل تخريج الدفعة الثامنة للتلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة، مشيرا إلى أهمية العمل المستمر والمضي قدما في تطوير القدرات ورفع معدلات الاستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، فالمهمة الأمنية لا تنحصر في موقف معين بل هي مهمة وطنية مستمرة يتداولها الرجال المخلصون للحفاظ على أمن الوطن. طارق عبد الرحمن عبد الله بوشليبي. وبهذه المناسبة السعيدة يتشرف سيدي معالي وزير الداخلية بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل حفظه الله ورعاه. يشرفني يا سيدي وببالغ الاحترام والتقدير
أن أرحب بمقدم سموكم الميمون في الأكاديمية الملكية للشرطة لرعاية حفل تخريج الدفعة الثامنة من التلاميذ العسكريين، مقدرين لسموكم دعمكم ومؤازرتكم الدائمة لرجال الأمن وتقدير عطائهم والإشادة بدورهم. ومما يدعو إلى الفخر والاعتزاز أن يأتي احتفالنا اليوم ونحن نعيش أجواء العيد الوطني المجيد وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم ويوم الشرطة وذكرى يوم الشهيد، وهي مناسبات وطنية عزيزة عبر فيها أبناء البحرين عن التفافهم حول قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدين على فخرهم واعتزازهم بالإنجازات الوطنية التي تحققت في عهد جلالته الزاهر. طرف طابور هيني وقد تشرف عدد من ضباط وزارة الداخلية والهيئة التعليمية في الأكاديمية الملكية للشرطة بالسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله، معربين عن شكرهم وتقديرهم لتفضل سموه لرعاية هذا الحفل وتزويدهم بالتوجيهات التي تصب في الارتقاء بالعمل الأمني.
بعدها غادر سموه بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. عقب ذلك قام معالي وزير الداخلية بتسليم الشهادات للخريجين مهنئاً إياهم بالانضمام إلى زملائهم من رجال الشرطة من أجل حفظ الأمن في كافة أنحاء الوطن، مشيداً معاليه بالنتائج الطيبة التي حققها الخريجون بما ينعكس على أدائهم الأمني، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن.